أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا ملاحظ من رسائلكم وتعليقاتكم الموجودة عندي يعني إن في خوف ورعب وقلق كبير جدا من السكر، سواء كان شخص عادي ما عنده سكر أو واحد عنده سكر. في الحقيقة أنا بقسم الموضوع ده إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى واحد حلل وطلع عنده سكره أقل من 100 الصايم وأقل من 140 الفاطر. المجموعة دي بقول لها أنتوا طبيعي جدا وتحليلكم طبيعي جدا وما فيش أي قلق ولا خوف، وما تحطش السكر في دماغك وحلل بعد 6 شهور. المجموعة الثانية واحد حلل وطلع الصايم بتاعه يتراوح ما بين 100 إلى 120 أو 126، والفاطر تحليله بيتراوح من 140 إلى 200. المجموعة دي أنا بقول لها الحمد لله التحليل في حكم الطبيعي، ولكن يعني في بعض المحظورات هنقول عليها علشان ديت مرحلة ما قبل السكري. بنقول لكم ظبطوا الغذاء وحاولوا اللي عنده وزن زائد يخفضه، واللي عنده يعني سمنة يظبطها، وقللوا النشويات والسكريات، والناس اللي بتاكل كتير يحاول ان هو يعني ما ياكلش كتير، ونقول بقول لهم اعملوا مجهود بدني او العبوا رياضة. المجموعة الثالثة واحد حلل وطلع الصايم بتاعه أكتر من 126 والفاطر طلع أكتر من 200، يعني بقول لهم ماشي النسبة بتاعتكو يعني تعتبر إن فيه سكر، ولكن يعني لازم برضك ناخد الموضوع واحدة واحدة ونحاول إن احنا ما نخافش أو نقلق. بقول لهم إن احنا مش هنبدأ في العلاج بتاع السكر على طول فوري، لا، لازم المريض نجرب معاه يعني ينظم التغذية بتاعته، هنقلل النشويات والسكريات، ولو كان فيه يعني زيادة في الوزن أو السمنة نحاول نخفضها، ونخليه يلعب رياضة على الأقل رياضة المشي نص ساعة كل يوم، أو يعمل أي مجهود بدني هو يختاره. وبعد كده هنقول له يمشي على النظام ده لمدة أسبوع ويحلل، ونشوف نتيجة التحليل. لو لقيناها نزلت عن القراءة السابقة هنقول له يستمر كمان أسبوع أو اتنين ويحلل، ونشوف طول ما النسبة بتنزل هيمشي على كده. ممكن ان احنا نزود له كمان مساعد زي الميتفورمين ياخده بعد الغداء، ويتابع بالتحليل كل اسبوع لعند ما النسبة اللي عنده تثبت عند تحليل معين او نسبة معينة. هنشوف النسبة ديت لو هي فوق 200 او فوق 126 صايم او 200 فاطر، ممكن في الحالة دي نوصف له علاج سكر ونديله جرعات بسيطة في البداية، وبعد كده بيتابع بالتحليل.